أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال إن القرآن من صنع الله؟ لا، القرآن كلام الله، ما يقال صنع الله، يصير هذا خلق، صنع الله يعني خلق. نعم، القرآن كلام الله، أما صنع الله خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. فقول صنع الله هذه فرعية على القول بخلق القرآن، درى أو لم يدري. نعم.